ارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة، الأرصاد بتكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم. أهلا بكل مشاهدي متابعي تلفزيون الوطن في كل مكان، وخدمة إخبارية جديدة ومتابعة لحالة الطقس. النهاردة هيئة الأرصاد الجوية كشفت عن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة واللي بتتضمن ارتفاع نسبة الرطوبة، وده هيزيد الإحساس من ارتفاع درجات الحرارة على معظم المناطق والأنحاء. تفاصيل أكتر عن حالة الطقس اليوم هنعرفها والمتوقع خلال الأيام الجاية من دكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بيكي أستاذة سحر، وأهلا بكل متابعي الوطن. عايزين نتعرف من حضرتك عن أبرز الظواهر الجوية النهاردة. النهاردة طبعا احنا مكملين في ارتفاع نسب الرطوبة، استمرار ارتفاع نسب الرطوبة نتيجة يعني امتداد منخفض الكندي الموسمي اللي بيأثر علينا مع كتل هوائية شديدة الحرارة بتمر على البحر المتوسط، فتحمل بكميات كبيرة من بخار المية، فده بدوره بيؤدي لارتفاع كبير في نسب الرطوبة اللي احيانا بتتجاوز 90 و95% على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، بتتجاوز 85% على القاهرة الكبرى. وجود نسب رطوبة في الجو هو اللي بيخلينا نحس بمزيد من ارتفاع في درجات الحرارة، نحس بالجو اللي هو شديد الحرارة راتب بسبب ارتفاع نسب الرطوبة بشكل كبير، بالإضافة كمان ارتفاع نسب الرطوبة خاصة فترات الليل ده بيؤدي لتكون شبورة مائية بدأنا نلاحظها بشكل كبير في فصل الصيف وخلال الأيام الماضية بسبب ارتفاع نسب الرطوبة الملحوظ، شبورة مائية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وبتؤدي لانخفاض في الرؤية الأفقية فترة الصباح الباكر ساعات الليل المتأخر، لكن هي سرعان ما بتتلاشى مع سطوع أشعة الشمس. يعني احنا تقريبا 7 صباحا الشبوره المائيه بتتلاشى والرؤيه الافقيه بتتحسن على اغلب الطرق. احنا طبعا بنقول ان احنا فترات النهار هيكون فيها زياده لفترات سطوع اشعه الشمس عظمى على القاهره الكبرى، اليوم متوقع ان هي تكون 36 درجه مئويه، طبعا مع وجود نسب رطوبه نحسها لو تكون 39 او 40 درجه مئويه، فبالتالي اجواء فتره النهار هي اجواء شديده الحراره رطبه على القاهره الكبرى والوجه البحري شمال وجنوب الصعيد وايضا جنوب سيناء. المناطق الساحليه المطله على البحر المتوسط بتكون اقل درجات حراره لكن بتكون ايضا اعلى نسب الرطوبه، فاجواءها فتره النهار اجواء حاره رطبه على سواحلنا الشماليه المحافظات المطله على البحر المتوسط. مع دخول فتره الليل وخاصه فترات المساء وساعات المغرب هنلاقي نشاط نسبي للرياح خاصه على القاهره الكبرى والسواحل الشماليه وبعض المناطق من سيناء. وجود نشاط نسبي للرياح غير مثير لاي رمال والاتربه في المناطق الشماليه هيساعد بشكل كبير على احساسنا باجواء لطيفه او نسمات هواء لطيفه كده فترات المساء، لانه هيقلل احساسنا بعض الشيء من نسب الرطوبه الموجوده في الجو. فترات الليل هنحس بالاجواء المائله للحراره رطبه في اغلب انحاء الجمهوريه. كمان اليوم متوقع ان يكون معنا فرص لسقوط الامطار الخفيفه على بعض المناطق من اقصى جنوب الصعيد، يعني المناطق الموجوده في ابو سمبل يعني المجرى الملاحي، المناطق دي معرضه لسقوط امطار خفيفه غير مؤثره تماما على اي اعمال انشطه يوميه. بدا الحزام المداري يرتفع لاعلى، بدا السحب تاثر علينا في المناطق الجنوبيه، وده المتوقع كمان يكون معانا خلال الايام المقبله، نبدا نشوف كميات امطار بشكل كبير موجوده في اقصى جنوب البلاد، حلايب وشلاتين او جنوب الصعيد، المجرى الملاحي، المناطق دي كلها معرضه لسقوط امطار. هي بصفه عامه احنا بنعيش اجواء صيفيه معتاده او ممكن تكون فيها درجات الحراره اعلى من المعدل بحوالي درجه، لكن دي الاجواء الصيفيه اللي احنا معتادين عليها دايما في شهر 8، يعني الرطوبه العاليه او احساسنا بارتفاعات درجات الحراره العاليه، لان 8 دايما معروف ان هو ذروه فصل الصيف. وعلى مدار هذا الاسبوع كله ان شاء الله او باقي ايام الاسبوع هيكون متوسط درجات حراره ما بين 35-36 درجه مئويه عظمى على القاهره الكبرى في الظل، مع بدايه الاسبوع المقبل يحصل ارتفاع بحوالي درجه توصل ل 37 درجه مئويه، محسوسه طبعا تبقى اعلى من القيم دي بحوالي 3-4 درجات. عشان كده احنا دايما بنقول لازم في فصل الصيف عامه ناخد بالنا من التعرض المباشر لاشعه الشمس فتره الظهيره، لان التعرض المباشر لاشعه الشمس هيخلينا نحس بقيم درجات حراره اعلى، لا قدر الله بيسيبنا بضربات شمس او اجهاد حراري، فمهم جدا نتجنب اشعه الشمس فتره الظهيره من 12 الظهر لحد 4 العصر. بيكون شده الاشعاع الشمس اللي بيوصل الارض عاليه، بنسجل اعلى درجه حراره على مدار اليوم، فلو اضطريت ابقى موجود في الشارع في الوقت ده لازم يكون معايا اي شيء تحميني من اشعه الشمس المباشره شمسيه او كاب، عدم الوقوف تحت اشعه الشمس لفترات طويله. كمان طبعا لازم نتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل واهمهم الميه، نسبه الميه تبقى موجوده في ايدي على مدار اليوم. كمان نرتدي الملابس القطنيه الفضفاضه فاتحه اللون، ولو اقدر اكون موجود في اماكن جيده تهويه ده شيء مهم جدا يساعدني على عدم الاحساس بنسب الرطوبه.
بنشكرك جدا يا دكتور. كان معانا دكتور منار غانم، عضو المركز الاعلام بهيئه الارصاد الجويه، بتوضح لنا حاله الجو اليوم، وكمان بتقدم لنا بعض النصايح اللي بننصح المواطنين هم يلتزموا بيها. بنشكركم على حسن المتابعه.